هو اتخطف من مطار جدة. خطف. في رحلة العودة دخل المطار. خطفوه. دخل المطار قالوا له انت مطلوب في الجوازات. دخل حجزوا باسبوره وطفوا موبايله بعد اخر مكالمة اتصل بها بخطيبته الساعة 4:30 العصر قال لها انا محتجز في مطار جدة. اخدوه قالوا له انت عندك مشكلة في باسبور في جوازات الرياض. خدوه بقى ما دخلش الرياض بقاله 3 سنين اساسا. رحت وزاره الخارجيه المصريه؟ طيب رحنا وزاره الخارجيه وعملنا 3 شكاوى وفاكسات وعملنا فاكسات تلغرافات للسفير المصري في السفير المصري في السعوديه وفي جده. لقينا السفير المصري في الساحل الشمالي في مصر. المعتمرين بيموتوا في المطار والمعتقلين بيموتوا في السجون والسفير المصري قاعد في الساحل الشمالي. فاحنا جايين نوصل صوتنا للمسؤولين السعوديين ان الناس دي تستاهل ان تنظر لها نظره رحمه. بس مش اكتر من كده. اسم حضرتك؟ فتيت محمد ماشا. ايه موضوع حامد يا حاج؟ ايه موضوع حامد؟ حامد طلع عمره ما اتخطف من المطار، اتاخد من المطار مش عارفينه، وكان فرحه 10/9، ودلوقتي ما احناش عارفينه فين ولا عارفينه مكان. اتخطف من المطار، ده حرام ولا حلال؟ ظلم في ظلم، ده حرام ولا حلال؟ تعملوا فينا كده؟ يتقوا الله في المسلمين، يتقوا الله في المسلمين، يبقى عندهم رحمه، يبقى عندهم رحمه للناس اللي زي الناس البريئه، الناس الطاهره، يبقى عندهم رحمه لهم. يتقوا الله فيني؟ يتقوا الله فينا؟ في الناس اللي رايحين يعملوا عمره ومظلومين ظلم في ظلم، والله ظلم في ظلم. ده الطاهي البريء يروح يتاخد من قلب المطار مش عارف فين؟ ده حرام ولا حلال؟ حرام ولا حلال؟ بس انا عايز افهم ده يرضى مين؟ يرضى ربنا؟ والله يرضى مين؟ يعني ايه؟ اللي قاعدين هنا دول لازمتهم ايه؟ اللي قاعدين هنا دول لازمتهم ايه؟ يعملوا ايه يعني في البلد؟ ندور على خاطر العمر مره في مصر ومره في السعوديه. رحت وزاره الخارجيه حاجه؟ رحنا وزاره الخارجيه. قالوا لكم ايه؟ قالوا لكم ايه؟ قالوا لكم ايه؟ ايمن ابو ايتها. ماشي انا خليكي، انا بقول لك اخويا اهو راح وزاره الخارجيه وبدور عليه في كل حته، احنا مش عارفينه فين، ما حدش بيرد علينا، ما حدش بيفيدنا هو فين، احنا ما حدش بيفيدنا اخويا فين وهو فين، لا في عارفينه في المطار ولا عارفينه في اي حته. ده كده حتى يشوفوا يتقوا الله ويعرفوا فين ويجيبوا لنا. احنا عايزين اخويا، احنا مش عايزين غير اخويا بس، ده حرام. يحكي بس وصلنا العشاء.